طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقية على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. مع ارتفاع الإيرادات المالية من النفط، هل سوف يتحسن وضع المواطن العراقي؟ هل سوف تقوم الحكومة بفتح باب التوظيف للخريجين؟ هل ستقوم برفع الرواتب للموظفين؟ هل سينعكس ذلك على الواقع الخدمي في العراق؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، حيث أعلنت حكومة المالكي عن تحقيق أعلى إيرادات مالية في بيع النفط منذ 8 سنوات. وزير النفط بحكومة الكاظمي إحسان عبد الجبار أعلن يوم أمس الجمعة عن تحقيق العراق أعلى إيرادات مالية شهرية من بيع النفط منذ ما يزيد عن 8 سنوات، وبلغت أكثر من 8.5 مليار دولار أمريكي، مبلغ كبير. عبد الجبار قال في تغريدة، نشوف التغريدة على الشاشة ونقرأها معكم، قال بأنه حققنا إيرادات بأكثر من 8.5 مليار دولار، وهي أعلى عائدات مالية شهرية من تصدير النفط الخام منذ 8 سنوات، وأعلى معدل تصدير منذ 2 سنين. هذه تغريدة وزير النفط إحسان عبد الجبار. مبلغ كبير بشهر واحد، 8.5 مليار دولار، مفروض هذا ينعكس على واقع المواطن العراقي بشكل جيد، وكذلك على الواقع الخدمي في العراق. فهل سوف يتحسن؟ هو هذا التساؤل الرئيس في حلقة هذا اليوم. من جهتها شركة تسويق النفط القابضة سومو قالت في بيان لها بأنها حققت معدل تصدير مرتفع في شهر فبراير شباط الماضي وعائدات مالية وصفتها بالقياسية. أضافت الشركة، وهي الذراع النفطية العراقية الرسمية، أضافت بأن العراق حقق أعلى معدل تصدير خلال شهر فبراير الماضي منذ 2 سنين بمعدل 3,314,000 برميل يوميا، وبزيادة مقدارها 112,000 برميل يوميا عن الأشهر السابقة. كما أشارت إلى تحقيق أعلى إيرادات مالية منذ عام 2014 بمبلغ كما ذكرنا، بس بالتحديد 8.5 مليار و400 مليون دولار أو 40 مليون دولار، من خلال قيام الشركة بتصدير كل الكمية المتوفرة للتصدير من نفط خام البصرة وكركوك. بيّنت بأنه من المؤمل بأن إيرادات شهر مارس آذار الحالي ستكون أعلى من فبراير شباط الماضي بناء على معطيات السوق الحالية. طبعا في تقرير لصحيفة العربي الجديد يقول الخبير النفطي العراقي أحمد الشيخلي بأن أبرز مشتري النفط العراقي كانت الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتركيا ودول آسيوية وأوروبية أخرى. أضاف الشيخ لي بأن نجاح شركة سومو في سداد التزاماتها مع الشركات والدول المتعاقدة يمثل إنجازا كبيرا، ولا سيما بأن معظم التصدير تم من خلال موانئ البصرة جنوبي البلاد على مياه الخليج العربي، واعتبر بأن ذلك قد يشجع العراق على المضي بمشروع بناء شبكة أنابيب الشمال المتجهة إلى ميناء جيهان التركي لتنويع مناطق التصدير بشكل أفضل، وكذلك ميناء البصرة العقبة الأردني. وتوقع أن تتجه الحكومة بالدرجة الأولى إلى أحياء بعض المشاريع المتعطلة نتيجة الوفرة المالية الحالية، إضافة إلى أن الإيرادات الحالية ستغني العراق عن الاقتراض، كما أنه لا يتوقع تسجيل عجز مالي بالموازنة للعام 2022 كما قال الخبير أحمد الشيخلي. معنا اتصال،
كيان من بغداد، كيان بشهر واحد 8 مليارات، أكثر من 8 مليارات ونصف المليار دولار من مبيعات النفط، رقم يسجل لأول مرة منذ 8 سنوات من عام 2014. برأيك هذا سينعكس على واقع المواطن العراقي؟ هل سوف تنفتح درجات وظيفية للخريجين في العراق؟ هل سوف ينعكس ذلك على الواقع الخدمي في البلد؟ رأيك. تحية طيبة لك أستاذ عمر وللشادر الطيب. أهلا وسهلا بك. الله يحييك أستاذ عمر. 8 مليارات كانت موازنة بلد بالنظام السابق، موازنة سنة كاملة 8 مليارات والشعب عايش بيها عيشة محترمة، ما التموينية 14 مادة أو 12 مادة، وكان سعر البرميل 8 دولارات، 8 مليارات موازنة سنة، احنا موازنة الشهر 8 مليارات، احنا كان حصلنا من 150 مليار الموازنات الانفجارية، كانت حسنت معيشة المواطن، كان شفنا مستشفيات انبنت، كان شفنا مدارس انبنت، كان شفنا بنى تحتيه انبنت، هسه تريدنا نحصل من هذا الشهر 8 مليارات ويا هاي الناس عبدة الاصنام؟ انت لا تخرج من حصر فقط بهذا الشهر، تدري انت انه اليوم اكو ارتفاع باسعار النفط خاصه مع اشتداد الحرب الروسيه على اوكرانيا، اليوم ده يوصل سعر البرميل الى 120 دولار للبرميل الواحد، يعني الزياده راح تجي بعد اكثر، وهذا حتى بتخمينات وتوقعات وزارة النفط، يعني معقولة ما راح ينعكس هذا على المواطن بأي شيء؟ أستاذ عمر هذا أنا راح أحكي لك واقع حال، ما أحكي لك تشاؤم، أنا إنسان واقعي، ما أحكي بالجزمة. نعم. لو يصير سعر البرميل 1000 دولار، ما نقول مليون دولار، 1000 دولار، لو يصير سعر البرميل الزيادة ما تلوح المواطن العراقي، الزيادة تلوح المواطن الإيراني، تلوح المواطن الأمريكي، تلوح ابن المسؤول، ما توصل يم المواطن، المواطن العراقي. نعم كيان تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع كيان من بغداد. طبعا في العام الماضي 2021 أعلنت الحكومة في العراق توسيع استكشافات النفط، زيادة الإيرادات لتخفيف الأزمات كما قالت، ومنذ ذلك الوقت تجري وزارة النفط عمليات استكشاف متواصلة، استكشاف نفطية متواصلة على مساحات واسعة من العراق. العراق في وقت سابق أبرم مع شركات نفطية أجنبية عقودا لحفر نحو 300 بئر نفطي استكشفت أخيرا طبعا في محافظات التأميم، بغداد، البصرة، ميسان، ذي قار، ضمن خطة لوزارة النفط لرفع الإنتاج النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميا نهاية عام 2027، هذا بحسب أرقام وبيانات وتقارير وزارة النفط. في وقتها تحدث المتحدث باسم الوزارة وهو عاصم جهاد وقال بأن الوزارة، وزارة النفط، هي التي تتولى عملية الاستكشافات ولديها حاليا 4 فرق استكشافية تعمل في صحراء محافظة الأنبار وتقوم بإجراء مسوحات تركز على التراكيب التي من خلالها يحدد الاستكشاف ما إذا كان نفطيا أو غازيا، وبين بأنه ستدخل العمل خلال الفترة القريبة 2 فرقة استكشافية لتعمل في محافظات أخرى. بحسب جهاد لا توجد فترة معينة لانتهاء عمليات الاستكشاف، وبين بأن عملية الاستكشاف تهدف إلى تحويل التخمينات لكميات النفط والغاز الموجودة في باطن الأرض إلى أرقام حقيقية، وقال بأنه اليوم لا توجد لدينا أرقام محددة لما ستضيفه تلك الاستكشافات من كميات نفطية وغازية، وهذا كله يعتمد على انتهاء عملية الاستكشافات. يعني هناك زيادة بأسعار النفط وهناك استكشافات وتأكيدات من قبل وزارة النفط بأنه سوف يصل تصدير العراق إلى 8 ملايين برميل يوميا بعام 2027. العام الماضي كذلك انتقلت عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية النائبة ندى شاكر جودة، انتقلت سوء التخطيط
كما قالت سوء التخطيط العراقي النفطي، وأكدت أهمية أن تعقب الاستكشافات بمشاريع للصناعة النفطية تقلل الاعتماد على المشتقات المستوردة التي تكلف البلد مليارات الدولارات. وقالت جودت بأن العراق يطفو على بحر من النفط، وجميع الاستكشافات المعلنة التي تجريها الوزارة تمثل جزءا يسيرا مما يحتاجه البلد. انتقلت التركيز على جهود زيادة حجم صادرات النفط الخام، وقالت بأنه يجب أن تكون لدينا صناعات نفطية، وبالتالي تدخل المادة أو تدخل المادة لتحقيق واردات نفطية متنوعة ومشتقات تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد. وأكدت بأن العراق يصرف مليارات الدولارات على استيراد المشتقات النفطية من البنزين والزيوت وغيرها، ويجب وضع حد لهذه السياسة الاقتصادية غير المجدية. أشارت إلى أنه في السابق كان استكشاف النفط واستخراجه وتصديره من قبل شركة النفط الوطنية العراقية، لكن للأسف بعد عام 2003 قالت بأنه سيطرت الأحزاب على الدولة واعتمدت على الشركات الأجنبية، على الرغم مما تكبده من كلفة كبيرة أو تكبد العراق كلفة كبيرة. دعت إلى إعادة عمل شركة النفط الوطنية حتى وإن عززت بخبرات أجنبية، وقالت بأنه هذا سينعكس على حجم الإيرادات في العراق. الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان تحدث وقال بأنه وشدد على أهمية أن يكون هناك تخطيط للتصدير النفطي، ولا ينحصر العمل في زاوية الاستكشافات والإنتاج فقط. قال أنطوان بأنه لم تجري حتى الآن الاستكشافات النفطية الكاملة في العراق، فإجمالي الاحتياطي النفطي للبلد يبلغ 147 مليار برميل نفط محتمل، وقد يصل إلى 200 برميل، وهناك تقديرات بأن يصل إلى 315 مليار برميل، هذا بالنسبة للاحتياطي، وهذه الكميات تحتاج إلى توسيع دائرة الاستكشافات النفطية بشكل أكثر. معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، 8 مليارات ونصف المليار دولار واردات العراق النفطية لشهر واحد، برأيك هذا راح ينعكس، غير المفروض ينعكس على واقع المواطن العراقي؟ تنفتح وظائف جديدة، هناك زيادة بأسعار النفط مستمرة وفي صعود خاصة مع الحرب الروسية على أوكرانيا، هل هذه الزيادة سوف تنعكس على واقع المواطن العراقي؟ تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، بالنسبة لسألت العراق هذا، خلني يقول من العلام العربي يقول غسل دينا من عندي. والله إذا يصير برميل النفط وقابيل برميل ذهب نفس الشيء. أستاذ عمر الله يخليكم، ومن اللي يعبوا علينا غير ذول السياسيين، غير ذول المعممين، عم ذول ناس حرامية سراق. هذول إيش ما يصير زيادة النفط ناقب بعيدة، لأن هاي زيادة مصالحهم هم، الشعب ما يستفاد كل شيء. استاذ عمر الشعب ما يستفاد، معزول أكو سراق وأكو حرامية وأكو ظلمة، وإحنا من خلال هذا البرنامج استاذ عمر نظل ناشد بهاي عم ما بحكم. استاذ عمر الله يخليك، إحنا إذا ما تكاتب بيناتنا شغلة ما تفيد، حيل ما تفيد، بالنهاية زيادة النفط وصالحهم هم مو بصالح الشعب. تعال شوف السلع الغذائية استاذ عمر، حتى بس تكون بالصورة أبو عراق، احنا بالبرنامج هنا أنا مدى ناشد الحكومة، احنا دم بين حالة ونعكس واقع حال، نتكلم عن أرقام ونتكلم عن تقارير ونطرح هذه التساؤلات حتى أنت حضرتك والمواطنين يتفاعلون بهذا البرنامج ويجابونا. استاذ عمر إذا سمحت لي، شغلة هذه من الحكومة مو من الشعب. تعال شوف السلع حتى زيادة النفط، وتعال شوف السلع صار يوما شلون ارتفعت. استاذ عمر الله يخليك، شنو الفائدة العام؟ وما كنا سديرها يعني زيادة النفط، لازم هكو مسؤولين هسه يديرون اقتصاد البلد يا استاذ عمر، هو خبر شعبي يديره. انا كل ناس اقتصاديين عفوده، يعني صار يوم ارتفع النفط، تعال شوف السلع كيف صارت اضعاف
نفس. ترى كمان الدير اللي كانت ب 16 اليوم ب 36 استاذ عمر الله يخليك. والله هسه زياده من مصالحنا والله مو من صالحنا يعني بالعكس هسه صارت نقمه علينا زياده من نفطنا. شعبنا يكون اكو حكومه تخاف الله تديره يا استاذ عمر. امانه تديره امان فلاح يديره. هذه راتنا رجال اقتصاد استاذ عمر. نعم هسه على زياده النفط يعني من 2003 لحد الان ما صعد الصعده. الله يخليك. هسه تعال شوف لي السلع اكتب النفط صار يومين. ليش؟ انا استسالهم يعني زياده النفط سوت فينا نحن فينا طابع. هسه الشعب يشكي من زياده النفط. أنا أشكرك أبو عراق من فلوجة كان معنا. عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق يعني مع ارتفاع الإيرادات المالية من النفط هل سيتحسن وضع المواطن العراقي؟ البارحة وزير النفط إحسان عبد الجبار أعلن بأنه العراق حقق خلال شهر 8 مليارات أكثر من 8 مليارات ونصف المليار دولار من مبيعات النفط خلال شهر واحد. هذا راح ينعكس على واقع المواطن العراقي وضع المواطن على الخدمات. هل سوف يعني نشهد في الأيام القريبة فتح الوظائف للخريجين في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور عمر. بالنسبة للصعود النفط أو انخفاضه أو وفرة الوفرة المالية أو القلة المالية هذه ما لها دور بسبب وجود عدم وجود ايدي امينه. احنا ما عندنا اداره ماليه اللي تقود البلد. يعني ارتفاع الدولار او انخفاض الدولار هذا مو مشكله. يعني انت على ابسط مثال اكو دول يعني الدولار مالتها يعني ضعيف ومو مرتفع لكنه بوجود اداره ماليه يقدر تبني بلدانها. يعني ابسط شيء عندك هاي سنغافوره غيرها يعني ما عندها ذيك الوفره الماليه لكنه قدرت تبني بلدها وتستعمل بلدها بلد متحضر لانه وجود اكو ناس اصحاب خبره اصحاب تخطيط عندهم الايدي الامينه. احنا ما عندنا الاداره والايدي الامينه اللي تقود هذا البلد. يعني قبل كم يوم يا دكتور يعني قبل كم يوم التعويض العوائل الإيرانية بالحرب العراقية الإيرانية من ما يسمى مؤسسة الشهداء قال أنا هذا عدو حرب 8 سنوات طاحنة. يعني شلون هذا أنا عوضة من الأموال مال الشعب العراقي. فإذا أكو ناس يعني شلون ما تقول ناس ما عندهم روح الوطنية وناس غير آجهين بالشعب العراقي بالثروة الوطنية ناس يعني يعملون للأجنبي. وإلا يعني تعال هذا العراق مو فقير. العراق مو فقير حتى على مود يعني الدولار مال الدينار ما فيه انخفض لكنه إحنا ما عندنا ناس اللي يحافظون على سمعة هذا البلد ويرتقون بالواقع العراقي. بالنسبة للشعب العراقي يعني عظيمة. يعني عندنا خريجين وأصحاب شهادات يبحثون على تعيين لكنه هذا الواقع اللي احنا جاي نمر بسبب وجود طغمه فاسده من السياسيين اللي سيطروا على هذا البلد وبددوا ثروات البلد. وتحياتي لك. حياك الله. عبد الرزاق من بابل كان معنا. صباح من بغداد. صباح وزير النفط في العراق قال بان العراق باع نفط خلال شهر واحد باكثر من 8 مليارات ونصف المليار دولار. هذا راح ينعكس برايك على واقع المواطن العراقي؟ راح نشاهد طفره في الخدمات. السلام عليكم. يعني احنا بلدنا احنا الازمه مالتنا ازمه سياسيه. فالسياسيين الموجودين على دفه الحكم كلهم ناس فاسدين. يعني من 2003 ولحد الان ما نهضم بالبلد لا اقتصاديا ولا باي مجال. فاللي موجود هو حرامي وسارق من على الهرم الى درجات العليا بكل الوزارات الموجوده. يعني ماكو واحد انسان وطني جاي يعمل بصدق او مثلا وزير او رئيس الوزراء عنده مستشار اقتصادي ويوجهه شي يسوون. كلهم حراميه
كلهم فاسدين، كلهم جاي يسرقون، كلهم جاي يدمرون ما موجود عندنا من مصانع او معامل او اقتصاد، جاي يدمرونه متقصدين في سبيل احنا نتجه الى ايران وتصير حاجتنا الاولى والاخيره هي ايران، سواء استيراد او اي شيء. فاللي موجود على دفه الحكم انسان فاسد، شخص عميل جاي يعمل، عندهم اجندات يعملون الى دول جوار مثلا ايران وامريكا وغيرها. ولا هاي هسه الموجود صعود الدولار للنفط بالذات البلدان الشرق الاوسط للمنتجة للنفط والعدها غزيم من النفط، كلها راح تستفاد ماديا، تستفاد بهاي الفرق العملة اللي جاها في بناء بنية تحتية حقيقية، بناء مدارس، بناء مصانع، استفادة من مشاريع عملاقة للدولة، تعيينات، مساعدة الاهالي اللي متعففين، دعم البطاقة التموينية، دعم مجال الصحة. لكن اللي موجود بالحكم اللي يحكمنا هو حزب دعوة، وحزب الدعوة احنا نعرفه حزب عميل بنا ربع في احضان ايران، ما جاي يخدمون البلد، جاي يخربون البلد. فاي لو حتى يصعد سعر البرميل الى $1,000، المواطن العراقي البسيط ما راح يستفاد من هذا الصعود. ليش؟ لان ما طول المالكي ومقتدى الصدر وقيس الخزعلي وهادي العامري والحلبوسي وغيره موجودين، احنا المواطنين ما راح نستفاد، ولا يبنون مستشفى ولا مدرسه ولا اي شيء، ولا راح ينهضون بالبلد. هم جايين يدمرون البلد، خلاصنا الوحيد هو من هاي الطغمة الفاسدة السياسيين السنة والشيعة والأكراد، لأن ما خدمهم البلد، ما فادونا بأي شيء. المفروض هذا فرق الصوف الدولار العفو النفط، المفروض نستفاد احنا كنا من عنده نستفاد، هذا فرق ما كانت حاسبته الدولة في ميزانياتها، صار فرق في صعود البرميل النفط، المفروض احنا نستفاد كمواطنين والدولة ايضا تستفاد ويصير عندها يعني واردات قوية تصير عندها. يعني وين راح تروح هاي؟ بس يطوها رواتب للناس والفاسدين ويتقاسموها بيناتهم، لا اكو مشاريع، لا اكو دراسة جدوى الحقيقية لأي مشروع، لان ماكو حد يفتهم يسوي مشروع حقيقي. وزارة التخطيط عبارة عن يعني منصب هيك الحزب. زين ليش من ينخفض سعر النفط ينخفض مع العملة في العراق وتوقف التوظيفات الوظائف في العراق، ليش بهاي ينزلون ويخفضون قيمة الدينار العراقي وترتفع الأسعار وتقف الوظائف، ليش من يرتفع مثل ما أنت دعت تفضل ما ينعكس بشكل إيجابي؟ من المسيطر على المصرف يعني البنك المركزي، من المسيطر عليه أيضا السياسيين بهاي الأدرج سابقا وشاكلته. فتشوف هسه الانخفاض مالته تقع براس المواطن العراقي، راح تصعد المواد الغذائية، ونعرف احنا أغلب التجار مسنودين من قبل الأحزاب، ولا شنو يصعد الدولار عندنا احنا وينزل الدينار العراقي؟ شنو احنا بحرب؟ ما عندنا اي شيء، والنفط جاي يبيعونه بزيادات والمفروض به يتحسن الدينار العراقي، لكن هذا اصرارهم وزير الماليه. وشفنا احنا الجلسه الاخيره المخزيه اصرارهم على بقاء الصرف بهذا السعر متقصدين، يعني هم بيناتهم ناس تتهم ناس. انت المفروض هسه بصعود النفط المفروض الدينار العراقي يتنشط في سبيل تنزل المواد الغذائيه ويصير شويه العبء يخف على العائله العراقيه، المفروض يدعمون البطاقه التموينيه، المفروض الدولار شويه يهبط، لكن هم متقصدين، لان هم كل اموالهم اللي جاي يسرقوها يحولوها الى دولار والى خارج البلد، الدينار العراقي ما يشتغل عندهم ولا يتعاملون به، ولا راح نشوف احنا الحلبوسي شايل فلوس بجيبه عراقيه، كل الدولارات يلعبون به. صباح من بغداد كان معنا ابو عمر من الانبار. ابو عمر، هل سوف يتحسن واقع المواطن العراقي مع ارتفاع الإيرادات المالية من النفط بشهر واحد أكثر من 8.5 مليار دولار كما أعلن وزير النفط في العراق؟ والله يا أخي وزير النفط هو أول واحد، هو هذا الحرام. شلون؟ إيه شلون؟ الصعد النفط هو نزل نفس الشيء، العراقيين ما محصين كل شيء، لا غذائية، صعد الدولار صعدت القداعية وقعت وين؟ براس الشعب. اي ما مو من صالح الشعب، من صالحهم هم دول السياسيين الحرامية كلهم. الشعب ما قابض من النفط كل شيء. النفط كان بزمن صدام هذاك صحيح كان $20 البرميل، والقداعية مكومة بالبيوت وبالسوق يعني بحل شو ما يبال، وسعر صعد صار 120، العراقيين ما عاد يقدر يشتروا كيرتك.
بس هم كانت بذاك الوقت ايام ايام حصار يعني هسه يعني الرواتب تختلف ولكن الواقع الامني والواقع السياسي مختلف وكذلك عندك انت الوظائف واقفه صار لها فتره يعني هاي الاموال ما راح تجيب ما راح تخلي الحكومه تفتح باب التوظيف للخريجين والله لو تبقى الوظائف بفلوس الا تدفع رشوه يلا تتوظف يحلمون العراقيين اذا يشوفون خير ما دام هاي السياسيين الوظائف كلها بفلوس وكل شيء مثل ما يقول بس السياسي الحرامي يقدر يعيش بهذا البلد ولا الشعب الفقير هذا الى الله نعم اشكرك ابو عمر كان معنا مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول ارتفاع إيرادات العراق النفطية وهل سوف ينعكس ذلك على واقع المواطن العراقي نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم اهلا بكم من جديد. طبعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اكد بان القضيه لا تحسب فقط من جانب الاستكشافات النفطيه بل تحتاج الى عمل متكامل لتحقيق الفائده من تلك الابار. قال بان العراق لا يستطيع ان يتجاوز ما تحدده منظمه اوبك لتصدير النفط وبان وزاره النفط تخطط لزياده الصادرات ما يحتاج الى تنسيق مع منظمه اوبك والحصول على موافقات رسميه منها. شدد على أنه يجب التفكير في عمليات التصدير من توفير الموانئ والبواخر، فالعملية ليست عملية إنتاج فقط وقد تكون عملية التصدير أكثر صعوبة ونحتاج إلى سوق لتصدير هذه الكميات لها. أضاف بأن عملية الاستكشاف لا شك ستضيف إلى العراق إيرادات كبيرة وتعزز من اقتصاد البلد، لكن نحتاج أيضا إلى أن نطور القطاع فوق الأرض كإنشاء مشاريع زراعية وسياحية وصناعية وغيرها، وتوقع بأن تقبل شركات استثمارية عالمية كبرى أو تقبل شركات استثمارية عالمية كبرى على العراق، وهذا يمثل مطمح للشركات الاستثمارية الكبيرة، وإذا ما تحسنت العلاقات سينعكس ذلك إيجابا على البيئة الاستثمارية في المنطقة والعراق بشكل خاص في العراق. طبعا مثل ما معروف بأن فيروس كورونا أدى إلى انخفاض أسعار النفط عالميا منذ عام 2020، أما اليوم فقد ارتفع إلى نحو 120 دولار للبرميل، فهل سينعكس هذا الارتفاع على واقع المواطن العراقي؟ معنا أبو علي من بريطانيا. أبو علي وزير النفط تحدث بأنه في تغريدة له على تويتر بأن العراق صدر في شهر واحد أكثر من 8 مليارات ونصف المليار دولار من مبيعات النفط، هذا المبلغ ويعني التوقعات توقعت وزارة النفط بأنه هذا الشهر سوف يكون أكثر من الشهر الثاني، هذا راح ينعكس على واقع المواطن العراقي برأيك؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ارتفاع البرميل النفط مضرة للشعب العراقي. شلون؟ كل ما يرتفع برميل النفط يستفادون هؤلاء العملاء الخونة، الميليشيات، العصابات، المجرمين، القتلة في الخضراء، هم وأحزابهم وميليشياتهم وإيران. الشعب العراقي لا يفرح ارتفاع برميل النفط. اليوم وصل 115 دولار للبرميل وجاي يبيعون يومية 4 مليون برميل. ما حد يسألهم وين جاي تودون هاي الفلوس؟
اخي دول ميليشيات عصابات. الشعب العراقي ما مستفاد منهم ولا راح يستفاد منهم. ها صار 19 سنه بوق ونهب وقتل ودمار وطيحان حظ يوميا للعراق. لا يفرح الشعب العراقي، كل شيء ما راح نستفاد، لا يطلع لي وزير الدفق هذا العميل الخائن، ولا يطلعوا لي دول مجلس النهاب ها يفرحون بارتفاع. ها طبعا يرتفع النفط، برميل النفط هم يستفادون، هم بيناتهم تتقاسم. ليش هم بنوا مستشفى؟ اسالك استاذ عمر اخوي العزيز، بنوا مستشفى واحده، مستشفى واحده بنوا، ها مدرسه نموذجيه بنوا، ها هؤلاء العملاء الخونه الميليشيات. ما على الشعب العراقي ان يقوم. عمي قوم، قوم سوي لك ثورة عارمة وادخل إلى الخضراء وصخوا لهم بالشارع. بابا أنت ما جاي تشوف الشعب الأوكراني يمو نسوان وقفن قبال الدبابة، قبال الدبابة ها، ووقفوا الدبابة الروسية ليحموا وطنهم يحموا بلادهم. أنت ليش خانع؟ ما جاي أفتي. أنت ليش خاضع؟ ليش خاضع عن دول الميليشيات؟ ليش خايف من هاي الميليشيات؟ أنت بعد كل شيء خسران يا شعب العراقي، انت كل شيء خسران، كل شيء خسران. يعني هاي الزياده ابو علي ما راح يعني مثلا تفتح باب التوظيف للخريجين بالعراق؟ اخي ليش نضحك على بعضنا يا استاذ عمر يا حبيبي؟ ليش نضحك على بعضنا؟ حتى لو مثلا الخريجين، الخريج ما يتوظف الا ما يدفع قولتهم بالعراق دفترين وثلاث دفاتر، يعني 10,000 دولار و15,000 دولار. اخي دولة ميليشيات، دولة ما يوظفون الا حزب دعوه ومجلس الاعلى وتيار الصدري ها وفيلق غدر كلهم دولة. اخي الموظف يعني العراقي البسيط حتى لو دكتوراه زين، حتى لو يعني عالم نووي ما يتوظف. اخي ما يتوظف الا من هاي الميليشيات، من هاي الميليشيات. يعني يروح يقول لهم ولاءكم، يقولوا لهم انا وياكم عمي وانا اوقع عليه على كل شيء، يلا يوظفوه. ما الموظف بسيط يجي دارس ومخلص وتعبان ها واهله صارفين عليه، ما يجي يتوظف مثل عالم الناس ويا هاي الميليشيات؟ ما يوظفوا اخي، ما يوظفوا. لا يضحكون عليكم، هذول الميليشيات دول احنا جربناهم 19 سنه، ليش قد نظل نجربهم دول الميليشيات؟ ليش وقت يعني نظل نجرب؟ مجرمين قتلة إرهابيين دواعش. إذا أنت لا تنظر إلى هذه الزيادة على واقع المواطن العراقي بشكل إيجابي. أنا أشكرك أبو علي من بريطانيا كان معنا أبو علي من البصرة. أبو علي، مع ارتفاع الإيرادات المالية من النفط وكذلك توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد أكثر خاصة مع الحرب الروسية على أوكرانيا، برأيك هل هذا الارتفاع وهذه الزيادة ستنعكس على المواطن العراقي بشكل إيجابي؟ السلام عليكم. وعليكم عمر. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. إذا تسمح لي، زيادة النفط تستفاد من عدها إيران، هذا كلام ما الزعاطيط أجلكم الله. حبيبي عزيزي أستاذ عمر، تفضل تسمعني؟ أسمعك. أسمع، صعود النفط، برميل النفط لما صعد، المواطن العراقي لن يستفاد تماما، لأن اليوم هؤلاء المرتزقة السياسيين وحكومتنا هذه الفاسدة لا تعطي فائدة للمواطن العراقي. هؤلاء قاعد يسرقون نفطنا ويعطونا لبلدان الجوار. انفتح مصرف في مصر، من حصة النفط يعطون رواتب 80,000 في مصر، والمواطن العراقي كاتل الجوع، والمواطن العراقي البصري اللي صدر النفط ما مستفاد. من حصة النفط للأردن 5% وبالبصرة وكل محافظاتنا العراقية ما مستفادة. يعني الأردن يستفاد أخي العزيز، الفلسطيني يستفاد، والمواطن العراقي لن يستفاد. النقطة الثانية أخي، اليوم كردستان قاعد تهرب نفط أكثر من مليون برميل، وما قاعد تنطي حصة الحكومة العراقية هي 250 برميل. أخي العزيز، يعني شوف هؤلاء المرتزقة قاعد يسرقوننا من كل جانب ومكان.
سياسيين، السياسيين الموجودين في بلدان اللي عملاء قاعد يصدرون النفط بكيفهم ما حد يعاتبهم. حكومة الكاظم ما تحاسب كل حرامي اللي قاعد يبوق واللي يسرق يا أخي. زين بعد أكو شغلات يا أخي أكو خنركز عليها يا أستاذ عمر. اليوم إذا نحكي على الضرائب، الضرائب حقيقة كارثة يا أخي. التاجر لما يدخل مواد غذائية يعني قاعد يأخذون عليه فوائد عجيبة. وين قاعد تروح هذه العمال؟ أستاذ عمر وزير المالية يعني في آخر استضافة له في البرلمان قال 60% من واردات المنافذ ما تروح إلى خزينة الدولة. 60% أستاذ عمر هذه الجلسة مالت البرلمان أنا في رأيي ضحوك على الشعب العراقي، ضحكون على الشعب العراقي لأن يقول لك هذا الشعب العراقي ما يفهم، وهاي الجلسة نمشيها عليهم. هذا تتمنى يكون واحد يقعد بياناتهم وحاسبهم على كل شيء، يقول لهم وزارة الصحة اللي قاعد تاخذ يوميه ها يعني قاعد تاخذ من المواطن العراقي ملايين الدولارات قاعد توديها الخزينه. عندك البلديات كذلك يا اخي، يعني عندك وزارات هواي اللي قاعد تاخذ يا اخي قاعد تاخذ ضرائب. يعني هذا بالنسبه المرور والله مليارات الدولارات قاعد يدزونها من البصره، من البصره. انا ما قاعد احكيك على المحافظات الباقيه، قاعد يعني يودون ملايين دولارات يودونها الخزينة. وين قاعدة تروح يا أخي؟ المنافذ اللي موجودة مات الحدود وين قاعدة تروح أموالها؟ وكله بيد الدولة. لا يجيني واحد قشمر ما يفهم يقول الأحزاب تبوقة. شنو أحزاب تبوقة يا أخي؟ الأحزاب ما قاعدة تحكم مثل الحكومة، حكومة الكاظم هي الفاسدة، هم دول الحرامين يا أخي. هي الأحزاب المسيطرة على الحكومة، كل من إلى حصة بالوزارات. أوداعتك يا أستاذ عمر هذه والأحزاب تساوي من التفادة. نعم، وهو ده يطلع وزير المالية يقول لك إذا على قضية المنافذ هاي حشيها يوم الاثنين، قال إنه 60% من واردات المنافذ ما داعي تدخل إلى خزينة البلد. أنا أشكرك أبو علي من البصرة كان معنا كامل من بغداد. كامل، هل سوف تنعكس هذه الإيرادات المالية العالية من النفط على واقع المواطن العراقي؟ كامل تسمعني؟ كامل من بغداد، يبدو أن فقد اتصال مع كامل من بغداد. أبو سمية من الأنبار نفس التساؤل. أبو سمية، مع ارتفاع الإيرادات المالية من النفط هل سيتحسن واقع المواطن العراقي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي الكريم. هذا الكلام عن مستوى الدخل عند المواطن العراقي انه سوف يرتفع اذا كان على هرم السلطه حكومه تبالي بامر المواطن، هذا الامر قد ربما قد يحدث في دوله اخرى. اما في العراق فلا. نحن في العراق تعودنا على مثلا، وهي ان سعر النفط اذا زاد فانه في جيوب الفاسدين وفي جيوب الاحزاب في بناء المشاريع والعمارات في الخارج. أما إذا نزل سعر النفط فهنا تبدأ الشريخة من المواطن. أول ما يفكرون بالاستدفاع من الراتب. طيب أنا أسأل الحكومة، يعني قبل أن تستقطع من الراتب بسبب نزول سعر النفط، هذه السنوات التي مرت وأنتم تعترفون بألسنتكم أنها موازنات تجارية، لماذا لا تدخلون للمواطن، للبلد، للحكومة، للمشاريع، للإعمار في العراق؟ لماذا لا تدخلون؟ وعند الأزمات تفكرون بالاستقطاب من المواطن، تفكرون برفع سعر الدولار، تفكرون بمحاربة المواطن بقوته. فيا الكريم، هذه الحكومة لا تفكر إلا بنفسها. الذي يفكر بالمواطن عند ارتفاع سعر الدولار هذه حكومات في دول أخرى، في دول تعمل بنزاهة. يعني لو أتيت إلى دول الخليج الآن توزع الإيرادات على أفراد الشعب، يعني لكل فرد له حصة من النفط. وهذا الأمر قد ادعاه بعض السياسيين، يعني كانوا يطالبون بأن يكون لكل مواطن عراقي حصة من النفط. أقول لهم يا سيدي الكريم، لا نريد حصة من النفط، لكن اتركوا سرقتنا، دعوا سرقتنا، دعوا قوتنا،
دعوا رواتبنا، دعونا وشعننا، دعوا قوت المواطن. يعني ما راح تنفتح برايك معقوله يعني مع هالزياده ما تنفتح وظائف، مصير خدمات، مصير مشاريع؟ لو يقول لك 20 سنه 20 سنه ما صار شيء يعني كشيء ايجابي وفعلي على الارض، هسه دا يصير؟ لو شنو يا سيدي؟ معقولة وزيادة، معقولة وزيادة. المواطن لن يستفيد يا أخي الكريم. أضرب لك مثالا، حال المواطن العراقي مع واردات النفط كحال العصفور الذي يقف على النهر. إن كان النهر فائضا أخذ منه قفارات، وإن كان النهر نازلا أو كان الماء شحيحا أخذ منه قطرات. نحن كشعب عراقي ليس لنا إلا القطرات من هذه الميزانيات التجارية، لا خير فيهم. لماذا؟ لأن نحن نعرف أن الزيادات زادت في أسعار النفط تكون في جيوب الفاسدين، وهذا الأمر أصبح من المسلمات. يعني مثلا سعروا النفط، سعر البرميل الآن في الخام برنت تجاوز $115 في الوقت الحاضر. طيب تعال إلى الميزانية العراقية، بكم احتسبوا سعر البرميل؟ احتسبوه $60. طيب يا سيدي الكريم، أنا أسألك وأسأل الحكومة وأسأل الشعب العراقي، الباقي أين ذهب؟ الكل لا يستطيع، الكل ربما يجهل. أنا أقول لك الباقي يذهب في جيوب الفاسدين، ونحن نبقى نتفرج فقط. هذه هي المحطة. أنا أشكرك أبو سمية من الأنبار، كان معنا. نعم، طبعا مجلس النواب استضاف وزير المالية بجلسته الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة، وزير المالية علي علاوي، وناقشوا موضوع سعر الصرف، سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية. كان طبعا حاضر 288 نائب. وزير المالية استعرض أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي، واللي كان وفق دراسة كما قال مستفيضة وشاركت بها جهات معينة، ولم يكن كما قال القرار فردي، بل كان من قبل وزارة المالية. وأشار إلى أن تغيير سعر الصرف آنذاك كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثر جائحة كورونا وتراجع حجم صادرات النفط العراقي، وبتقدير صندوق النقد الدولي بلغ 4.9% فضلا عن إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة. الأمر اللي أدى إلى أزمة مالية كما قال خانقة دون حال دون سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما دفع مجلس النواب إلى تمرير قانون تمويل العجز بمبلغ 27 تريليون دينار. طبعا لفت وزير المالية إلى أن موازنة عام 2021 وضعت وفق خطط إصلاحية كما سماها، ساهمت في وضع الحلول ومعالجة الوضع المالي والعمل على تطوير الاستراتيجية المالية طويلة الأمد من خلال تقديم الورقة البيضاء التي أعادت كما قال هو التوازن للاقتصاد العراقي، ووفرت الاستقرار الاقتصاد لذوي الدخل المحدود وتصحيح الاستثمار المحلي. أكو اتصال كامل من بغداد عاود الاتصال، تفضل كامل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا، الحلقة مع الباشر خليها خاصة لجيش العراق السابق. شون؟ الحلقة مع الباشر إن شاء الله منها حلقة خاصة لجيش العراقي. المناسبة. بس على مدى سالف عن جيش العراق السابق هدية للوزير الدفاع. يعني تقصد أنه رواتب المتقاعدين من الجيش العراقي السابق وشنو؟ على شلون كان الجيش كيان ضعيف يستمد قوته من الضبط العسكري، بس على هاي شلون عيد ليها بالله كامل؟ الجيش كيان ضعيف يستمد قوته من الضبط العسكري. يعني شلون كان تشكيلات ماكو، وشلون الجيش كان مضبوط وشلون يؤدي واجبه. نعم، يعني مقارنه تريد؟ على الحلقه الريفه مقارنة، وشنو التشكيلات اللي كان يصير بي. نعم، ان شاء الله ان شاء الله. هدية الوزير الدفاع وهدية رئيس الوزراء.
عيني كامل. احنا دائما ما نركز في تقاريرنا وبرامجنا. احكي وياكم انا على شلون صار الجيش. نعم في المناسبات خاصة في ذكرى تأسيس الجيش العراقي. على مدرج على في 6 كانون نركز على هذا الموضوع ان شاء الله. شكرا كامل من بغداد كان معنا. طبعا بس قبل ما نختم انه نجي على ما قاله وزير المالية في جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي. قال بأن الأزمة المالية التي حصلت بعام 2021 أثرت على إمكانية تطبيق بعض البنود الواردة في قانون الموازنة، وأكد بأن نسبة إنجاز الورقة البيضاء اللي ضمت 322 محورا وصلت إلى 61%. طبعا وهناك مراكز بحثية في العراق نفت هذا الأمر، خصوصا قال بأن 60% من المنافذ الحدودية غير مسيطر عليها بضمنها الواقع في إقليم كردستان العراق. هسه 21 صارت أزمة بالنفط وانخفضت أسعار النفط، هسه ارتفعت أسعار النفط، هل سوف يصحح سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار؟ راح تنفتح وظائف؟ راح يتحسن الواقع الخدمي؟ راح تنبني مشاريع؟ لولا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.